وكلاويك وقفت الحمد لله تو لقينا لك شكون تبرع لك بكل وقت الحمد لله لاباس صبري صبري كنت تسمع فيا نحب نقول لك سامحني على كل عملته معك خدمت مخي برشا معك وانت كنت على نيتك شنو هذا يا اخي انا وين كلش مت يا لا ما متش عمر الكلاب طويل شاورت انت باش تعطي الكلوة متاعي يا فصيلة مازلت موسع بالي معاك شاورناك وصحتنا على ورقة اللي انت قابل باش تبرع بالراه متاعك يا اخي الراه ذا مش دم وش بيك انت فصورناك يا معلم مش بيك تيسكر الفوق عايز البوليسية عايز البوليسية عايز البوليسية ما حيلك يا انت يا بنتي نحيلك اقول تعرفين شكون شتعمل هنا يا بنتي نحيلك اقول تعرفين شكون انت شكون تي نحيلك اقول رزوقة شتعمل هنا يا رزوقة شتعمل هنا جاي طلع في مضمون انا ما نسيتش نقول لك علاش عملتي معايا هكا عليه مش مني يا رزوقة هو لعب لي بمخي واستغل قلبي الطيب هذا كفوية لميز اللي عملته معاك ومع امك خلصت لك مره هنيه بتاع الدار تو تمشي العشره لين تجيبيه امشي امشي قدامي رزوق امشي رزوق قلت لك تو تمشي تجيب العشره رزوق امشي كملي ركاشي هذيا اش بيها الطفله دي خالي وين انا ضربت تعالي تضرب فيها مسكينه واني انا عزيزتي قلت لهم اعطوها زوز كلاوي خطوك كلوه برك يا عمري انا يا روحي انت كطبيب قطع اقسم بالله ما نخلط عليك تنوريك فيه عزيزتي انت نعطيك قلبي نعطيك روحي نعطيك مصارني يا روحي ريت المصران اللي خشين تاخذيه وذني طرطوشت وذني نعطيه لك عزيزتي صبري لباسه الحمد لله على سلامتك جبت ايش مجايبك انت لهنا يا صبري الحمى كاملة سمعت بك انت عملت عملية صار حمى كاملة في بالي اللي انا عمل عملية اي الله لا تربحك يا سمير الله لا تربحك مش سمير اللي قال لي عم حسن النجار عم حسن النجار زاد في بالي وخدم هذبة تاع المرسوقة قولولها تجي تقول علي وتجيب لي خرد قولولها صبري عمل عملية الله لا تربحك يا سمير اسمعني صبري كنت تستحق حاجة انا موجودة على ذمتك قبتيني الثانية بتاع بيتنجان صادم عليا بالموف يا بنتي منقوب منقوب عمل عملية يا بنت جودير سمحني كلوتك لاباس توا غادي كلوتي شوفي قلبي ريتي قلبي لهنا اي الرواري لهنا خرج من كرشك خرج من كرشك بس شوي انا لحظه ايش دير الهواء مخشمك ايش دير الهواء مخشمك زيدي بقى يا مانر مانر شبيك شبي ولدي والله لاني مصدق والله العظيم والله والله يا ماما نفتح حرب هذيك البرجتين خامشة والله انا كسبتها بالغلط يا مومو صبري زهرة صبري زهرة زهرة
كنتش بحرف وجهك من اللي عرفك هو من عصر العصر. نعم قولي لي شو عامله معاك زهرة؟ ايش عندها تعمل هالكل قاعده ما تدريش ليه؟ قاعده منين قاعد؟ الطفله مريولها منفخ بالعرق تقول في تربص مع فوزي بنزرتي. يا بنت القاعة الكل تلمع معاك تقول في شارع الحبيب بورقيبة نظفتها. هات انت هاني نشرت لك الكسكسي فوق السطح. عزيزتي شو قاعد ترتاح شوي؟ بل بل اقعدي غادي بل 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 شيلتي وجعتني. صبري بنتي. نشرتي الكسكسي؟ اي تتا نشرته. ها اي بيه. وهبطتي الفلفل الشايح من السطح؟ اي هبطته تهنى. استني 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 قبل ما تنشي الكسكسي سيقتي السطح؟ هي سيقته بالكدا. يا امي يرتحيها الطفله مسكينه من بكري وانت شرتي وغسلتي تحبيش تحفر لك حفره في الفيراندا تخرج منها النفط ولا تطلع للسماء تسد ثقب الاوزون وتهبط. خليها ترتاح مسكينه راهي تعبت. شيري مش مشكله ما عندك حتى مشكله انا مرتاحه سفا. يوه اخي نورمال نورمال هكاك تقضي والكل من غير قون صوابعك تخشرف راهي. قون اخي واش معناها قون؟ اش معناها قون امي؟ قوان دويت. قوان دويت؟ علاش؟ شكري الواعر هي باش تشد في بلانتيات على جرد صحن غسلات وفرشيته وسكينه باش تشري لها قوان دويت. يا هاني نيت العمي نكل تونس تعبك ما شريت لي قوان دويت لدي. انت نشري لك قوان دويت امي، انت نشري لك كلاستات، نشري لك بنطوف تحطي فيه ساق. يا زعيب صبري مش مستحقه قوان دويت انا، مادام نعاون في تتا وهي فرحانه انا زاده فرحانه. ما تنساش اللي انت عطيتني اغلى ما عندك. ها؟ شنو اللي عطيتها؟ شنو أغلى ما عندك عطيت؟ يا فضيحت! بون، باهي تتا أنا مش ننشر الزربية. ها؟ شومك يا صبري؟ وش عطيتها أغلى ما عندك؟ يا بتسالي حاني بيها شو عطيتها؟ ما عندي ما عطيتها. يا شومي يا فضيحت والله يا صبري والله يا مبربشك ونعرف اش عطيتها نقلت لك، تعرف شو معناها نقلت لك؟ والله نقلت لك. يا بنتي سالي حاني بيها قالت له أغلى ما عندي. عطيتها التليفون بتاعي، التليفون هذاك الغالي، عملت بيها بي. شبيكي قلت له أغلى ما عنديش باش نعطيه؟ باش نعطيه كلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت رزوقة؟ رزوقة يا لميس من أوباما رزوقة. زعما مانيش نحلم. ماكش تحلم يا لميس، رزوقة يا لميس، رزوقة اللي غدرتيه. ما غدرتكش أنت فهمتني بالغالب. فهمتك بالصحيح يا لميس، رجعت لكم الدار، خلصت لكم الرهنية، أعطيتكم تفتوفة باش تصرفوا هكا، ما يثمرش فيه. أي شيء تحب توا؟ حب فلوسي ما كانش نقول لك ولا نقول لك. علاش تقتل فيا أنا؟ هكا مبروك، هكا مبروك. لميس، تعرفيني نحبك برشا يا لميس، وكنت ناوي نعرس بيك. وشعلة حبنا لتو مازالت حية ما طفاتش يا لميس. بالحق. هذاك علاش؟ جيت باش نشوف قيمتي عندك لميس. جيت باش تخبيني. وين باش نخبيك؟ وين باش تخبيني يا لميس؟ في الغاز في الفرجيدير في بيت من البيوت حتى اللي نحرق. وين باش تحرق؟ وين باش نحرق يا لميس؟ باش نحرق المرناق، باش نحرق إيطاليا. ما نجمش. علاه يا لميس؟ وكان تفيق بيك مبروك. وكيفاش باش تفيق بيا مبروك يا لميس؟ كيما تقولي ليش؟ بيبي تو نشوف تو نشوف. لميس لميس رزوقة لميس رزوقة. ما ترجعيش الفلوس نززرك انت وامك. شو دخلني انا باش تنزرني؟ شو دخلني؟ اخي زهرة وين؟ هكاك الزهرة ويني؟ لا السلام عليكم لا وين كميتي لا كيفنك لا شحوالك يا لطيف تلطف وليدي. باهي السلام عليكم وين كميمتي كيفنك كيش نحوالك؟ زهرة وين؟ هاني في البيت الداخل. هاي الحمد لله كي رتحتيها الطفلة جبت عليها الماء اقسم بالله ريتها صبيح سخفتني عينيها حوقت وجهها هكا مدخن تقول في غوانتانامو مش في دارنا. كان جبت الدنيا دنيا راني نايفة غوانتانامو واحد يتسمس يبرد طريفاتو نشوف وجه ربي. يتسمس؟ تحبي تمشي لغوانتانامو من جاية؟ اش بنيش خاصني ما تشرفتش؟ لا تشرفي على الاخر، اما علاش ما نهزكش انا لابو غريب؟ خير هكا لوكس وخير. وين اللي حدا شرم الشيخ؟ تفوتي الرومبوا نتاع الغردكة وتدخلي غادي لشرم الشيخ. وين هي رقدت؟ شمشت فيا قالت لي نعاونك، حابه تلم الدبش وتلم البي. ساره مازلت تقضي فيها؟ على زوز مراول باش تطويهم هاي بيه تستانست هي بالقضية. بيه خلينا ندخل نشوف يا. هاني جاية معاك. اش تعملي يا بنت؟ وش ليه الكمامة بتاع الروت فايدر لابستها؟ حتى شي شيخي تتا قالت لي دهن البيت
هاي سي هاني قريب نفح كيف فارغه. هاي زيدي كملي الكوشه الثانيه من غادي ماستيك. تا والله عملتها دوزيام كوش. نيتا ونحب الكوشه الثانيه. اشكون يسالي الدردار. حاضر. وردي بالك تقتل الدهن على الزليز. الله يبارك. تو نورمال انت يا امي والطفله ملبستها كمامه بتاع روتفايدر تحبيش تدخل الجعب وتدخلنا الغاز دو في وتقلع الزليز وتحط فايونس. والله فكره باهي. ماذا بيا تقلع البنت ما عادتش عجبتني وتليق لنا الفتشاطه بتاع الدار قعدت يا جور خايبه مش باهي. هيلا شيشي هيلا على الاخر يعطيك كسر في ديك كيكة مروح الشيشة أمان يا سمير راني فديت راني نفسيتي تعبة أمان شنو فديت نعمل لك كليماتيزور فونتيلاتور يدور أنت باش يهرور عليك شوي يا أمان حب نكسر روتين كل نهار نفس الحاجة أعطيني نشيش أمان نعم أمان عمري لا جربت شيشة أعطيني نشيش معناه أنا ما بتشيشة 3600 باش تجي السيد كيفك أنت يحط كشخته في الجباد نتاعي أمان يا ودي السيد أنت يوم بتديك الناس تخزر ودي نجيبك معايا القهوة ونندم رانيان بي أعطيني نشيش كيفك أمان اللهم صل على محمد شكي كان باش إيه شدك من غير ما تشرب ورالحة فوق باش تبلع قنارية يا ودي باش حط هكا شفايفك هكا حط بشوية وجبة تكلم على المية على جنب ودي على جنب هكا بتاع تعب سائل لا زيد اجبد زيد اجبد اخزن اجبد اخزن اجبد اخزن شوي شوي ما تقدهاش علاش لازم لا لا الولعة فيها برشة CO2 ظاهر تفهم لها في الشيشة لا مروح واسكت سكر فمك قل لي سبيل عملوا لي قبل بركاجات فاسق في المكان هذا انا يعملوا لي براكاجات انا اللي نعمل براكاجات تحكي بجدك انت كلوشار بالحق وتعمل براكاجات تحكي بجدك يا خشبي قلت لك راني نصنع في الذره نصنع في القنابل العنقوديه نبراكي نجبد لام تيكو تاك حط في الصاك بيه سا طون بيان انت ماك مون امي انتيم باش تفضحني راني واحد راني شغلي منعوط بالصباح ليه 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 سي با سا معناتها انت كيفاش يقولوها بالعربيه انت صاحبي الباهي اش تحب انت اش تحب انا نحب نولي كلوشار كيف نحب نولي نعمل البركاجي والله العظيم ضابط والله انت مش انا تعمل بركات يا ودي اقوى حاجه تنجم تعملها انت تمشي تشارك على جنب امان امان سمير امان فجيت في ليكول كانت راه كيفاش بس ما تضربني مولي تضربني الاولاد ما يقدرونيش نحب نولي كلوشار واذا تعلمني كيفاش نعمل البركاجات نخلص لك شيشه بوندون اون سومان لا لا ما نحب الشيشه اون سومان نحب شيشه جيرات نورمال باهي ليه معناتها نخلص لك شيشه مده جمعه جمعتين جمعتين اوكي انا والله باش نعطيك فرصه ظاهر اللي انت شاب طموح حل عينيك وركز معايا مليح باش تبراكي يلزمك اولا شيشة سمان بلاي